السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 8 ماي 2019، 8 ماي هو الذكرى ديال التأسيس ديال فريق الوداد الرياضي اللي تأسس نهار 8 ماي 1937. لهذا كنهني جميع الوداديين وكنقول لهم كل عام وأنتم بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الطماطم ديالي ولا مطيشة فين وصلت، وفي نفس الوقت غنوريكم واحد الحاجة اللي ضروري خصنا نديروها ملي كتبدا تكبر هاد الشتلة ديال مطيشة. بالعربي الفصحى يعني من الأشياء اللي هي ضروري أن نأخذها بعين الاعتبار لما تكبر مثلا شتلة الطماطم هو تقليم. هو بحال قلتي كنقولوا الزبير بالدارجه. بون الزبير كنديروه ديما كنديروه من الفوق، ولكن حنا نورمالمون هذا الزبير هذا اللي غادي نديرو شويه مختلف. تقليم او ازاله الفروع الزائده اللي هي غادي نحيدو هادو اللي كنقول لهم حنا سراق الماء، بالفرنساوي كيقولوا لهم لي غورمون، سراق الماء. هادو دابا اللي كنقول لهم سراق الماء ولا لي غورمون ولا الفروع الزائده التي يجب يعني تقليمها ولا ازالتها حتى يعني تستطيع الشتله ان تنمو وتكبر على فرع واحد. ساريكم مثلا مثال لهذا الفرع الزائد. هذا يعني كان طلب من بعض الاصدقاء. اذا الفروع الزائده هي هذه، هي التي سنشاهد الان. عندنا هذا الفرع الرئيسي اللي هو كيجي يعني من التحت، ها هو يعني من التحت الى فوق. يعني يكون عندنا الاختيار ان مثلا هاد الشتله ان نربيها على فرعين او فرع واحد، ولكن اكثر من هذه الفروع، خاصه يعني خاصه بالنسبه للانواع الغير الكرزيه، يعني الانواع يعني العاديه ولا التي يعني ذات حبات غليظه يعني شيئا ما. اذا الفروع الزائده هي التي سنشاهد الان. يعني هذا هو الفرع الرئيسي، عندنا هذا الفرع ديال الورق، وعندنا هذا هو الفرع الزائد او لو غورمون بالفرنسويه، او لا بالنسبه للدارجه المغربيه كنقولوا ليه سراق الماء. هو هذا يعني ممكن انه يكبر ويعطينا حتى هو يعني زهور، ولا يعطينا مثلا يعني يعطينا طماطم، ولا يعطينا حبات ديال المطيشه، ولكن سيضعف الشتله بصفه عامه. لهذا من الاحسن ازالتها لما تكون صغيره، يتم ازالتها باليد كما سترون، يعني هكذا، ويعني كتم الازاله ديالها بسهوله. ولما كتكون كبيره، يعني مثلا كما غيبان لكم هنا بان هذه لاتيج، هذا هو يعني الفرع الرئيسي، وهذا سراق الماء او لا الفرع الزائد، وهذه الورقه. يعني غنحاول ما امكن باش نقرب لكم. اذا هو هذا، ها هو كيبان لكم بان فرع زائد كبير. فهذا يا اما انني نحيدو يعني تتم الازاله ديالو باليد او بمقص او تركه. علاش تركه؟ لان مثلا هذه النبته ساتركها على فرعين، ساتركها تنمو على فرعين لا اكثر، فرعين لا اكثر. يعني كاين هذا الفرع هذا، وكاين هذا اللي هو الزائد. غادي ندير يعني نحيد الفروع الزائده بالنسبه للشتله الاخرى. ودائما كما كنقول بان لما كنزيد كنحيد هذه الفروع هادو، فما كنلوحهمش فشي بلاصه، كنحيدهم وكنخليهم نيت في البلاصه هنا. اذا هذا حتى هو نحيدو. فهادي يعني عندي هذا الفرع هذا غادي نحيدو حتى هو. هذا حتى هو. هذا حتى هو.
وهنا غادي نخلي هذا الفرع ها هو كما كيبان لكم، وغادي نخلي هذا باش غيكونوا جوج ديال الافروع. كما كيبان لكم بان هنا هذه النبته هذه مصابه بالمن، بحشره المن ولا الناموسه ولا يعني مصاب بهذه الحشره، فانا ما غاديش نعالجها بشي حاجه، ما غاديش نعالجها بمبيد ولا شي حاجه، فانا غادي نحيد بيدي ومن بعد نقدر نستعمل الصابون ولا نستعمل اي حاجه اللي هي غير ضاره ماشي غير الطماطم ديالي، ولكن حتى يعني التنوع البيئي، لان كنحاول ما امكن عندي هنا في السطح باش نحافظ على التنوع البيئي، يعني ما نقتلش الحشرات، ما نقتلش، لان عندي هنا كما كنقول لكم ديما، فما كنزرع فما كنزرعش راسي، فانا كنزرع يعني لكل شيء الحوايج اللي كتستافد، حشرات، طيور، يعني اي حاجه. كاين بعض الافات اللي ممكن مثلا تصيب شجره، مثلا بحال كما كنقولوا البق الدقيقي، كاين بعض الفطريات، هنا كتولي كتكون مضطر بانك خصك تستعمل شي حاجه اللي هي قويه اولا ازاله النبته بصفه عامه، وكتكون مرتاح. اذا هذا مكان الفيديو كان على الإزالة ديال الفروع الزائدة. أنا كنقلب يعني في جميع الشتلات ديال الطماطم كنشوف الفروع الزائدة، مثلا هنا ما عرفتش واش غادي يبان لكم لأن كنحاول ما أمكن، فهذا مثلا صغير حتى هو غنحيدو. إذن هذا مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.